بنتكلم عن عادات وعن حاجات كتير في رمضان، وحضرتك عندك ذكريات مش بس كرويه يعني، لكن بنبقى معنيين بالاساس احنا بنتكلم عن شغف البدايات. فلما بنسال الكابتن فتحي مبروك عن فتره البدايه كابتن فتحي، وانت في ايام الصبا كده، لا ده انا في ايام الصبا بدايتك مع كره القدم، ده انا اتربيت في النادي الاهلي. يعني اتربيت في النادي الاهلي يمكن وانا عندي 9 سنين، وانا عندي 9 سنين دخلت النادي الاهلي. رحمه الله والدي كان مدرب تنس في النادي الاهلي، وكنت بروح دايما وعشق للنادي الاهلي. كنت دايما ساكن في العجوزه، كنت باخد كوبري الزمالك القديم. بتعدي رجليك يعني؟ كوبري الزمالك القديم، واطلع على شارع الجبلايه واروح على النادي يوميا، كنت في النادي الاهلي. وكان بقى مره كان في اختبارات، في النادي الاهلي، فقلت انا ما انا بلعب في الشارع وزي العفريت وزي الجن، طب ما اروح اشوف نفسي في الاختبارات. والله وقلت اروح اشوف نفسي من غير ما والدي الله يرحمه يعني. سنه كام كابتن فتحي تقريبا؟ ده تقريبا سنه 58 59. 58 59 بالظبط، لان صغير ما زلت عندي الكارنيه بتاع عضو رياضي بتاع النادي بتاع سنه 60. ومن غير كشافين حضرتك، ومن غير كشافين. الفكره ان حضرتك انا بس عليك الاول يا محمد الفارس، وازيك وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يخليك، وده شرف ليا التواجد، ربنا يخليك. ومن غير كشافين انا كنت في النادي متواجد، وعرفت ان في اختبارات، فقلت والله لا اروح. ما انا كنت بلعب بقى في الشارع، وكنت مولود في حي العجوزه، وكل حياتي كانت كره قدم. يعني كل حياتي كانت كره قدم. حتى بمناسبه هذا البرنامج الجميل، يمكن مش عايز اقول لك ان انا كنت بلعب كره للفجر، والله يوميا للفجر استاذ شريف، يوميا للفجر واروح البيت في الشارع كده. في الشارع ما اتمرن فين؟ كانت الكره الشراب بقى ولا ايه؟ كانت الكره الشراب. كره الشراب بقى، وكنا عاملينها زمان. ايه موهبه فطريه. الحمد لله. وانا كنت طبيعتي على فكره، كنت طبيعتي يمكن احب اسجل اهداف. محمد فارس ما يعرفش كره الشراب، ما شافهاش. لا ده كان لسه ما كانش. ده خد على الكوره الكبيره، الاجيال لسه الثمانينات التسعينات. الكوره الحديثه ولكن